بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله. أما بعد، إن شاء الله ربي يوفقنا في هذه الكلمة. وبعجالة أقول إن ما تعانيه مصر اليوم هو من أبشع وأبلغ الامتحانات، منا لأنهم الآن تحت قبضة شيطان رجيم، قبضة إنسان ليس إنسان، وهو من سمي السيسي والباحث عن هذه العائلة الفاسدة. ما لا يلقى الفاسدة لا موجود حتى بالغرب، عائلة السيسي موجودة في الغرب. إذن السيلة بالغرب والسيلة بالشر والسيلة بكل الفواجع ما لا ظاهر. إذن أهل الفراعنة لا يريد استبدادا بمهار وبرشاق على حتى من الانتخابات، يعني راها هي من نوع اخر، يعني حب يوري اللي يكون يجيب جديد، ولم ياتي بجديد. فرعون قبله كان يريد الزينه، وكان يعمل في دعايه انا ربكم الاعلى وما اريكم الا ما ارى، وهذه الانهار تجري من تحتي، ويسخر من سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. لم يكن له اساور، لم يكن له اساور، لم يكن له اذن، ولم تكن له مكانه سياسيه ولا مجال. السيسي نفس الشيء، لكن فرعون الآخر ربما رمسيس الثالث ربما أقوى شخصية من هذا. هذا الإنسان ممسوح تماما، وإن كان الطريقة دي كذلك أشار إليها علماء وفلاسفة. يعني الإنسان اللي يحب الريادة ويحب السيادة ما يخليش روحه مع المجموعة، يخليش روحه مع الرعاة، مع الركة، يعني يخلي روحه دائما بعيد عن الأنظار وبعيد عن الآذان حتى يشتاق إليه أمثاله. وعلى عنا في مصر بلية كبرى هي جماعة كثيرة العدد، وهذا صحيح، اللي هي فعلا لا سنة ألام بالإسلام، واللي كان يضلل فيها خاصة هو علي جمعة. وحطوا ببالكم أن الإنسان هذا كان قلت من كم مرة لا أستبعد أنه من شياطين بني إسرائيل، وإن كان من حفاظ القرآن وإن كان فاقيا فيخدم منا شيطنة ويخدم غرض منا خبيث. إذا نعود إلى السيسي، أقول لكم أوهام عدة مرات تكون بعض أوهام شخصيته المريضة. هالرجل هذا معروف بجبنه ومعروف بخبثه، ولم يشارك مرة في عمليات ميدانية ضد العدو اللدود الصهيوني. هنا حطوا في بالكم الرجل هذايا هو خذا منصب وقت اللي كان المخابرات من الجيش الفاسد المصري ما كان ما يدير الا المؤامرات، وما يميل ولا يميل الا للافسادات، بحيث المصريين اللي ذكرتهم انا من اسقط مخلوق ربي عبر التاريخ. اذا كان اخواننا لم يصلحوا حالهم مع الله، خاصة الإخوان المسلمين وإخواني الأحرار وحرار في مصر، إذا كانوا يرجعون ربي كما يجب الرجوع بكل أدب وثيقة ويقين، أو السلام يأخذ فيكم فرصة بإذنكم وضعافكم وتمزيقكم، هذا لا شك به. نحن لا نتمنى لإخواننا هذه البلايا وهذه الرزايا وهذا الخزي وهذا العار. حنا نقول إخواننا إذ نصح فهمهم للجهاد، نحن قلة، وربي كرمنا بصدق معهم، وربي كرمنا بدين قيم، كرمنا بدين ليس كالأديان بل هو المهيمن، ومن يبتغي غير الإسلاميين فليقبل منه وهو في الأخيرة من الخاسرين. إذا كان هذه حالنا، كيف نسمع لخبيث كهذا أن يستبد ويسير الامور بل كما تريد نفسه المريضه؟ هذا لا يجوز بالمره. ونحن عندنا عده اشياء ساقها النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام حتى يرضى. قلنا قام لنا السفينه فيها من هو في اعلاها ومن هو في اسفلها، واللي اسفلها كانوا يميلوا لثقبها لكي ما يصل لهم تناول الماء، ما يصعدوش وبعد يعملوا حبل ويعملوا دلو لحاجتك ويجدوا الماء. قالوا لا نثقب، اذا كان انتم مش تخليهم يثقبوا هالمكان هذاك
اللي هو كنانة الله في أرض الله. حطوا في بالكم استغرقوا لكم في فتن، وتعرف فتن كقطع الليل مش سهل باش الإنسان يعيشها. ونبينا عليه الصلاة والسلام حضر منها وربنا كذلك، الفتنة شد من القتل وأكبر من القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وليأيقظها الآن هو الكلب الأهواء والبلطجية والشرطة الفاسدة، لا الشرطة النبيلة. الشرطة النبيلة إخواننا هذا لا شك فيه، وهم حماة منا العريم إن صح التعبير. إذا كان مستعطيهم الفرصة فستندمون كل الندم، وربما ستصبحون شركاء في الجريمة، وربما تليح ملا في أعماق الشرك، احذروا ذلك. إذا الفتنة لعن الله من أيقظها، نحن نريد لإخواننا الرجوع بكل أدب إلى الله سبحانه وتعالى، وتطلبوا النصر من الله، وما النصر إلا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وجند ربي هم الغالبون، وحزب الله هو حزب النصر. فارجعوا في تمييزكم، تميزوا عن غيركم، قولوا نحن حزب الله الآن، حزب الله الذي لا يظلم أحدا. احنا لا ضد امريكا كامريكا ولا ضد انجلترا ولا، احنا ضد المفسدين في الارض، والمفسدين في الارض طال عبثهم. فلا بد ان نصدق العلاقه مع الله حتى ربي ينعم علينا باقامه حزب باسمه تعالى، عندها نقيم الحق ونشجع الناس على الرجوع الى ربهم. احنا لا نيأس من روح الله، احنا كل كافر نعتبروه هو كافر إلى حين، ثم إذا كان رأى منا ما ينبئه عن حقيقة إسلامنا فسيصبح منا، وربما يسبقنا في هذا المضمار. إذا أرجو لربكم وقت يعطيكم ربي الفكرة كيفاش توزعوا أدواركم، حتى ما لا تلقطوا السيسي وغيره، ما لا التقاط، ما لا هكا قوي وفيه ضربة نجلة لهم حتى لا يمكثوا في الأرض ويفسدوا فيها أكثر وأكثر. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ورقة.